ما إمكانية وقف إطلاق النار خاصة في ظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأيضا بعد يوم واحد من طلب الاحتلال الإسرائيلي من مصر وقطر الوساطة لاتفاق جديد بشأن الأسرى؟ يعني أخي الكريم، هم بعد أكثر من 65 يوم من الحرب يعيدوا اكتشاف الشعب الفلسطيني على ما يبدو من جديد. هم يعلمون أن لا يمكن محو الإرادة الفلسطينية من النزوع باتجاه الحرية. هم يعلمون أن مهما مارسوا من قتل ومهما مارست آلة القتل الإسرائيلية من حصد لأرواح المدنيين، هم لا يستطيعون استئصال هذا الشعب من أرضه، ولا يستطيعون استئصال فكرة الحرية من أذهان الفلسطينيين. الفلسطينيين هم ينشدون حريتهم منذ بداية الاحتلال. الاحتلال جرب كل ما يمكن أن يجرب لقمع الفلسطينيين، ولكنه لم يجرب أن يعطيهم حقهم. إذا أراد الإسرائيليين أن يعيشوا بسلام أو بأمن، لا بد لهم أن يعطوا الفلسطينيين حقهم في الحرية وإقامة دولة مستقلة وعاصمة القدس. دون ذلك لا يمكن لهم أن يحققوا هذا الهدوء وهذا الأمن مع وجود الاحتلال. وبالتالي يعني مهما مارسوا من قتل لا يمكن لهم أن يوقفوا الإرادة الفلسطينية من النزوع باتجاه الحرية وتقرير المصير.